كندا والجدال الكبير قوي حوالين كندا. تحس ان كندا كده كوكب، كوكب كده لوحدها، الناس كلها بتتكلم عنها، وكل ما حد يتكلم سواء بالسلب او بالايجاب تلاقي ناس بتعارضه، ناس مختلفة كتير، كله اختلاف، العالم كله بيدور حوالين كندا دلوقتي. وانا النهاردة عايز اقول لك اهم المهن المطلوبة في كندا واوضحها لك، خليك معانا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. إخواني يومكم جميل، يا رب تكونوا بخير أينما كنتم في كل مكان وفي أي وقت. يومكم جميل إن شاء الله، كل عام وأنتم بخير. طبعا الفيديو وقلنا في المقدمة هنتكلم عن أهم وأفضل المهن المطلوبة في كندا. قبل ما أقول المهن عايز أوضح حاجة، عملنا فيديوهات قصيرة كده واتكلمنا فيها عن المهن وكندا عايزة إيه، ومن ضمن اللي قلناه قلنا كندا مش عايزة مدير عام ومش عايزة دكاترة ومهندسين. طبعا احنا قلنا شورت يعني 40 ثانية، ناس من غير ما تشوف حتى ال 40 ثانية بيدخلوا يعلقوا. وجالي اكتر من تعليق بيقول لي يعني معنى كده ان كندا عايزة عبيد. اولا كلنا عبيد الله، دي حاجة، لكن مش كندا عايزة عبيد. يعني هل المهنيين والعمال والفنيين والميكانيكي والكونستراكشن الناس دي عبيد؟ يعني ما مش عارف. المهم نوضح بقى في الفيديو. الفيديو الطويل بيبقى معانا وقت ان احنا نقدر نتكلم، وهنتكلم مرة واحدة ونفهمكم المهن المطلوبة في كندا. وانا كنت بقصد ايه بالظبط، حتة على فكرة كمان دخل في التعليقات عجبني جدا، دخل في التعليقات دكاترة وعلاه وقالوا كلامك صح فعلا، لان كندا لو عايزة دكاترة عايزة دكاترة سنها صغير انها تقدر تدرس الطب من تاني في كندا، او تقدر على الاقل تعادل 3 سنين، يكون عنده مثلا تحت 40 سنة، الريكفر بتاعه سريع، يقدر يبقى نشيط في الدراسة، ويكون مستواه المادي كويس. ليه مستواه المادي كويس؟ لأنه هو لو مستواه المادي ضعيف هيبقى ويله ولين، يعني هيروح يدرس معادلة الطب ولا هيصرف، فهيضطر يشتغل عشان مستواه المادي مش قد كده، فعايز يشتغل هيهمل في الدراسة، يعني شغل ودراسة، فمش هتظبط معاه. وعن تجربة وقابلت ناس هنا كتير قوي دكاترة ما عرفوش يعادلوا الشهادات، في منهم اللي رجع، في منهم اللي اشتغل اي شيء تاني قريب من المجال الصحي، في منهم اللي اتوجد سنه كبر مثلا وقال خلاص انا بقيت تقاعد وموجود، وفي اللي ربنا كرمه اللي سنه صغير وقدر ينحت في الصخر زي ما بيقولوا. وده حالة واحدة بس عرفتها وراع على تورونتو، لان طبعا كان اللغة الانجليزية واحنا هنا في كيبك فرنسي فممشيش معاه. مش هطول معاكم في الحكاية ديت، لكن انا عايز اعرفكم ان انا لما بقصد ان كندا عجز كتير جدا في الاطباء والمهندسين وفي العمال وفي كل حاجة. بص افتح اي موقع عمل انديد او جوب بانك، مواقع العمل او اي شيء، اكتب فني 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 اي حاجة، فني سمعيات، فني بصريات، فني ميكانيكي، فني الات، فني، هتلاقي الاف الوظائف مطلوبة، بس مطلوبة بنظام معين، بسيستم معين، مش مطلوبة وخلاص. عشان كده بنقول الناس اللي جاية برضو، هو الفيديو ده دردشة عامة في شوية نصايح، مع اني برضو في الاخر هقولك المهن المطلوبة. بننصح الناس اللي هي جاية فيزا سياحة، انت بفيزا سياحة هتتعب كتير، ما كانش وضعك المادي مرتاح، وتقدر تقاوم هنا وتقدر تقعد هنا فترة تصرف من جيبك، لان مش ضامن انك انت هتلاقي شغل بفيزا السياحة في الوقت اللي احنا فيه دوت. ما تجيش سياحة، قال اذا كنت جاي تستكشف البلد، جاي تشوف البلد، جاي تعرف البلد وضعها ايه، بقول لك اهلا وسهلا، تقدر تيجي تقعد مثلا 2-3 أسابيع تشوف البلد، عندك انترفيو مثلا، خدت انترفيو مع حد من على مواقع العمل، تقدر تتقابل على شغل او حاجة، اوكي. لكن غير كده لا، الناس اللي مستواها المادي مرتاح هي دي اللي تيجي، لان تقدر تصرف من جيبها، لان في ناس كتير هنا تعبت قوي وفلوسها خلصت، وقلنا الكلام ده كتير ومش عايزين نعيد في الكلام ده. لكن انت عشان تيجي وعشان تستقر في كندا وتخش بقى في السيستم اللي احنا بنقوله، في الدوامة اللي احنا بنقولها، انك انت تقدر تلاقي شغل كتير قوي، وتلاقي في شغل في كل المجالات اللي احنا بنقول عليها دي، المجالات المهنية والفنية،
لازم يكون عندك اوراق، لازم يكون عندك تصريح عمل. فانت حاجه من اتنين الاسهل يعني، لاما بتكون انت مرتب نفسك على عقد عمل، وعقد العمل زي ما اتكلمنا عنه لازم يجي عن طريق ثقه مضمونه كمان، مرتب نفسك انك انت جاي على عمل، لاما جاي هتعمل لجوء. بس هم دول يعني اكتر حاجتين مضمونين، انك انت جاي عقد عمل وهتشتغل ومعاك المهنه بتاعتك، لاما جاي وفي بالك هتعمل لجوء، عندك موضوع لجوء هتعمل لجوء. غير كده مرتاح ماديا، اهلا وسهلا، تقدر تيجي تجرب تشوف البلد، تقعد اسبوعين تقعد شهر على قد مستواك المادي، مفيش مشكله وربنا يكرمك. عقود العمل يا جماعه ناس كتير قوي خدتها ببلاش، برضو هرجع واقول عقود العمل ناس دورت وناس ربنا كافئها ولقت عقود عمل ببلاش، مشغلين ادوا عقود عمل ببلاش لانه محتاجك في المهنه دي، وبرضو كلها معظمها في المهن الحرفيه. وانا على يدي انا كنت قابلت ناس الصيف اللي فات كان عندهم 4 عقود عمل، كان بيقارن بين 4 عقود عمل، اقسم بالله العلي العظيم بيقارن بين 4 عقود عمل وببلاش ال4 عقود عمل، كان تقريبا نجار وطبعا مطلوب ميكانيكي ومطلوب يعني المهن اللي احنا بنقولها. نرجع بقى نتكلم تاني عشان نوضح للناس ان كندا الجدل حواليها كتير كتير قوي قوي، وكل الناس بقت تتكلم عن كندا وكل الناس مختلفه، مفيش حد متفق على ان كله كلام واحد. عاملين يعني مثلا ان انا قلت النهارده دلوقتي كندا حلوه وجميله وزي الفل هيطلع 1000 واحد هيهاجمني، اذا قلت كندا وحشه وما فيهاش هيطلع 2000 ولا 1000 واحد برضو هيهاجمني. فعشان كده لا كده سالك ولا كده سالك، فهنتكلم عن المهن فعلا تاني المطلوبه في كندا وهوضحها كلها، المهن الحرفيه. المهن الحرفية أنا كنت بتكلم مع ناس وقعد وفتح اندد وكتب بس كده فني سمعي وفني بصري كتبها، لقيت مطلوب في كل واحدة فوق 400 و500 وظيفة، يعني في وظائف متاحة على الموقع، دي مهن مطلوب، بس انت لازم يكون عندك تصريح عمل، هم مش هيعملوا لك عقد عمل، فاحنا عشان كده بنقول الناس اللي تيجي لازما كل همها الاول ازاي يبقى قانوني في البلد وازاي يبقى عنده تصريح عمل، بعد كده بيقدر يلاقي شغل، بيلاقي شغل في اي مهنه هنقولها. وعشان كده هنقول بقى المهن اللي هي مطلوبه جدا، اللي هي بقى الكونستراكشن بكل انواعه، يعني مثلا نجاره، الكهرباء، السباك، اللي بيبني، اللي بيدهن، كل انواع مهن المباني كلها مطلوبه، سواء مباني خارجيه او تشطيبات داخل البلد، الديكور والجبس والحاجات دي كلها والكهرباء والتشطيبات دي كلها، كل المباني دي مطلوبه. الميكانيكي مطلوب جامد، ميكانيكي الات، ميكانيكي سيارات، ميكانيكي طيارات، اي ميكانيكي في الدنيا مطلوب. فني بقى الفنيات، الفني سمعي، فني بصري، فني اشاعات، الحاجات دي كلها يا جماعه المهن دي كلها مطلوبه بشده وموجوده. وادخلوا على اندد، ادخلوا على مواقع العمل واكتب اي حاجه من اللي انا بقولها دي، شوف متاح كم وظيفه، هتلاقي متاح اكتر من الاف الوظائف متاحه وموجوده في المهن اللي انا بقول عليها دي. طبعا الصوت ده بيغطي عليا بس انا هكمل لاني انا الفيديو مش هقطعه، يعني مصمم ما اقطعوش. لكن انا لما اتكلمت وقلت كندا مش عايزه دكاتره، مش عايزه مدير عام، ومش عايزه مهندسين، تخيلوا الناس طالعه يعني تهاجم، الناس طالعه تهاجم تقول لك يعني عايزين عبيد يا عم، وانا اما انا ابقى فني ولا لما ابقى انا عامل عام ولا لما ابقى انا مثلا بشتغل في الكونستراكشن يبقى انا من العبيد؟ ما الحمد لله كلنا عبيد لربنا، يعني كلنا عبيد لربنا. تعليقات سخيفة جدا، تعليقات سخيفة يعني مش كتير الحمد لله، بس طبعا تعليقات سخيفة، بس اكيد لازم هيكون في موجود التعليقات دي، ما نقدرش ننكر ان في ناس من غير ما بتسمع الفيديو ومن غير ما تفهم ايه اللي بيتقال بيستعجلوا ويعلقوا ويكتبوا، دي حاجة معروفة في يعني مش هنقدر نتكلم عليها اكتر من كده. لكن احنا عايزين نوضح للناس ان فعلا دكاترة مطلوبين بشدة، مهندسين مطلوبين بشدة، المدير العام اكيد طبعا، يعني كل دول مطلوبين. بس انا لما اتكلمت انا بقصد ان انت مش تبقى جاي، انت جاي فيزا سياحة، كنت مدير عام، ما هو انت كنت مدير عام في بلدك وجاي فيزا سياحة، عايز تشتغل ايه مدير عام هنا؟ مش هينفع. انت دكتور وجاي سياحة هتشتغل دكتور هنا؟ مش هينفع. مهندس وجاي سياحة هتشتغل مهندس هنا؟ مش هينفع.
عندك تحدي كبير قوي، تحدي كبير قوي اسمه معادلة شهادتك، مش هياخدوه غير بشهادتك. انت لو جاي 40 سنة 50 سنة مش هتقدر تعادل شهادتك، صعب عليك قوي، بيصعبوه، هم بيصعبوه، هم وحشين، هم ربنا يسامحهم، هم مصعبين المعادلة، نعمل لهم ايه؟ بلدهم هم حرين فيها، عندهم هدف لكده، عايزين دكاترة صغيرين في العمر. انا الفاميلي دكتور بتاعي سنه 23 سنة 24 سنة، شاب صغير. الفاميلي دكتور بتاعي لسه متخرج، شاب صغير وعربي والله العظيم، سوري 26 يعني 27. فهم عايزين كده، دكاترة صغيرين، نعمل ايه؟ احنا نعمل ايه؟ ده قوانينهم، فمش عايزينك. فانت جاي مدير طول عمرك شغال مدير في بنك، مدير مش عارف ايه، وجاي فيزا سياحة. لا انا بعرف مدير بنك هنا مغربي ما شاء الله عليه، شغال في تيم هورتون، بيقول لي ايهاب انا بعمل كل حاجة، انا ممكن انظف حمامات، انظف مش عارف ايه، اعمل الكافيه، انظف، شغال عمل عام في الكافيه، شغال ما عندوش مشكلة، كان مدير بنك قاعد على المكتب طول عمره. جاء في دكتور، انا دكتور قابلته اكتر من دكتور، مش دكتور واحد، المعادلة صعبة، معادلة صعبة قوي، صيادلة صعبة قوي، صعبة قوي، ويمتحن مرة ويسقط واثنين ويسقط، صعبة قوي، بيصعبوها. هي لو الواحد جاي 35 فيما تحت يعني تلاتينات، بيتهيألي لسه عنده نشاط، يقدر يذاكر ويقدر، بس برضو يكون مرتاح ماديا، ومش هيقدر يعادل لما يكون عنده أوراق وفلوس ويدفع فلوس وفلوس كتير. معادلة صعبة على فكرة، معادلة مش المعادلة بتاعت الشهادة، لا، معادلة البلد وتركيبة البلد أصبحت صعبة، خاصة للشهادات الكبيرة. مهندسين كتير قوي، أنا بعرف ناس عدلت مهندسين، بعرف مهندسة مصرية ومهندس سوري عدلوا، أي نعم تعبوا كتير، أنا بيتهيألي خدوا خمس سنين دراسة، بس وضعهم المادي كويس، لانهم ما كانوش بيشتغلوا اثناء المعادله ومعاهم فلوس بيصرفوا. فما بحبش اطول فيديوهاتي يا جماعه اكتر من كده، بس الفيديو كان دردشه عشان المهن المطلوبه، وعشان نوضح للناس ان احنا مش بنقول ان كندا عايزه عبيد، لا، كندا عايزه ناس تخدمها وناس تفيدها، واي بلد من حقها تبقى عايزه ناس تيجي تفيد البلد، مش ناس تيجي تضر البلد، ناس نشطين، ناس صغيرين في العمر، مهن مطلوبه، مهن نادره، ويبقى مثلا بروفيشنال في المهنه بتاعته. يعني مش يا فرحتي نجار عادي، يعني انا كنت بتكلم مع واحد مره وقلت له عندي نجار هنا، كانت هي شركه نجاره، قال لي اذا نجار وشوف بروفيشنال يعني حاجه كده يعني مختلف، احنا هنعمل له عقد عمل. هو قال لي كده، هنعمل له عقد عمل، يعني عايزك تكون احسن من اللي عنده عشان يقدر يعمل لك عقد عمل ويوجع قلبه في الاوراق والاجراءات والكلام ده كله. فاحنا مش هنعدل عليهم الكون، ومش هنعدل عليهم، دي بلدهم وهم حرين فيها. فاحنا بنقول لكم يا جماعه اعقلوها وتوكلوا، بس مفيش اكتر من كده. وان شاء الله بقالي كتير ما عملتش فيديو طويل، لكن حبيت النهارده اوضح عشان الجدل اللي موجود على الشورتس اللي انا حطيته على ان كندا مش عايزه أطباء ولا عايزة مهندسين. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.